حييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعوا الحال عنا عبر الام تي في، ورح انتقل مباشره الى من المسؤول. رئيس جمعية المزارعين والفلاحين في لبنان إبراهيم ترشيشي ومع وفد من النقابات الزراعية زاروا معالي وزير الزراعة الجديد عباس مرتضى، وللتهنئة أولا وثانيا طرحوا له هموم هذا القطاع وعدة مطالب. معي على الخط مباشرة النائب ترشيشي، يعطيك العافية. الله يعطيك ألف عافية ستنا لإلك ولكل اللي عم يسمعونا وعم يشوفونا اليوم، وأنا بشكر كثير ست ربيكا على عرض مشاكلنا على طول ببرنامجي، لانه بالنتيجه بتمثلوا قطاع حيوي كثير بلبنان، ما بدنا نستغني عن القطاع الزراعي اللي اليوم صار يمكن من اولويات الامن الغذائي بلبنان بظل الظروف الماليه والاقتصاديه يلي عم نعيشها نقيب. فاليوم طبعا مع معالي وزير الجديد في سلسله من المطالب المحقه، يعني هي تسهيل معاملات خصوصا على النقل البري، موضوع الإيطاليا اللي بعد ما دفعت يمكن عن السنة الماضية، خبرنا شوي شو هي اليوم همومكم وشو طرحتوا على معالي؟ نحن للحقيقة بكرة عنا اجتماع موسع مع معالي الوزير الساعة 10 الصبح بوزارة الزراعة. نعم. ولكن بشكل عام نحن بنقول شو مطالبنا من الحكومة ككل للمستقبل، ومش نحطها ببرنامج العمل تبعها أو بالبيان الوزاري تبعهم. نعم. شو بخصنا نحن من الزراعة والقطاع الزراعي بشكل عام؟ نعم. أولا نحن مع تشجيع التصدير ليكون أفضل من ما هو عليه هلأ، وتشجيع التصدير بيصير بدعم مؤسسة إيدال أنه يعطوها اللوازم تبعها وتقدر هي تدفع مستحقات المزارعين عن عام 2017 و18 و19، هاي واحد. نعم. اثنين، لحتى نشجع التصدير ونرجع للرقم اللي كنا عليه 550 ألف طن مثل ما كنا بالسابق، اليوم نحن حاليا للعلم نحن 200 ألف طن عم نصدر بالسنة، يعني خسرنا أكثر من 50% من اللي كنا نصدرهم بالسابق وأكثر، و70% كمان. نعم. لحتى نرجع لهذا بدنا مباحثات مع الجانب مع الإخوان السوريين، مباحثات لحتى نشيل الضريبة اللي حطينا علينا على معبر المصنع نصيب، على معبر معبر المصنع نصيب 1500 دولار عن كل شاحنة و3500 دولار على الشاحنة اللي بدها تروح على العراق على أبو كمال، يعني أبو كمال. نعم. إذا ما شلنا إذا ما شلنا هالضريبة هيدي يعني ما في شغل ولا في تصدير، ولا كأنه عمالنا نعدم المزارع اللبناني، وهيدي بأي شكل من الأشكال لازم يصير في تباحث مع الإخوان السوريين، يقعدوا على طاولة مستديرة، يكونوا مباشرة من الند للند، هن يطالبوا بحقهم ونحن نطالب بحقنا، ما بدون أي مستحق وبدون ما نروح تسلل عند السوريين، يعني نروح مستحيين او ما بدنا حدا يعرف انه نحن رايحين، لا بدنا نروح على راس السطح نقعد نفوضون ونقول لهم هذا حقنا وهذا حقكم، يلي علينا نحن مستعدين نسهل من جانبنا واللي انتم من جانبكم لازم تسهلوا، لحتى نفصل اذا بدك القطاع الاقتصاد عن السياسة، لأنه لا مفر من المعبر البري للاستيراد 100%، يعني أمريكا والصين قدي في علاقات موترة بيناتهم، قدي بتتأزم الحالة بيناتهم، بتلاقي في مفاوضات اقتصادية مستمرة بيناتهم على طول، في مفاوضات للتجارة وللعمل المشترك بين جميع الدول قد ما كانوا أعداء. نعم. نحن ما فيش هالعداوة يا خيي، نحن والسوريين في نحن وياهم حدود طويلة عريضة، نحن وياهم لأنه شفنا نقيب الاستيراد البحري قد ايه كلف، يعني كمان عرفت يعني نعم. كان حل من الحلول ولكن ما قدر غطى الطريق البري. نعم. هيدي اثنين ثلاثة. نعم. بالعكس التصدير لازم نخفف الاستيراد، نخفف فاتورة الاستيراد بما معناه انه كل شيء بنصنعه نحن بلبنان، كل شيء بننتجه بلبنان بالقطاع الزراعي او بالقطاع الصناعي لازم نوقف استيراده نهائيا، اقل او لفتره 6 أشهر او لمده سنه، لحتى نحن نشجع الانتاج المحلي
ونخفف من فاتوره اللي بدنا نحولها للخارج ام اللي صعب نخسرها من البلد. يعني بما فيه بالقطاع الزراعي حتى المستلزمات يعني نخفف من اعطاء الاجازات الاستيراد قد ما بنقدر وقد ما بنستطيع، ولو حملنا حالنا شوي صغيري نجري بنستعمل الانتاج اللبناني قبل اي انتاج ثاني. نعم. وهلا على بكره حيكون موضوع حديثنا، وان شاء الله ان شاء الله نائب الاسبوع الجاي بتكون ضيفنا حتى نحكي بالتفاصيل نتيجه اكيد الاجتماع مع معالي حتى نذكر هالرأى البند هذا. نعم. بيرجع اكيد استمرار بدعم زراعه القمح لانه صار ضروره هلا بالتوجيه بالزراعات العلفيه، واهم بند وانا كان لاول مره بتجرأ واقوله عبر هالمحطه الكريمه وعبر برنامج ستربيكا انه نشرع زراعه القنب الهندي يلي هي كثير من السياسيين حكى فيها هذا الموضوع، ولكن بعد ما اخذ مجلس النواب قرار صحيح ولا اخذ طلع القرار من مجلس النواب. نتمنى انه الحكومه تلاحق هالموضوع هذا، وخاصه وقت ما نعرف انه اكثر من 100 دوله شرعت هالزراعه باراضيها وعماله تستعمل هالمنتج هذا لامور للادويه. نعم. لاغراض طبيه بتفيد البشر وبعيد عن كل البعد عن الشيء اللي مثلا هلا عم تتهم فيه العالم اللي مزبوط. اليوم اللي بيزرع بيتلاحق، واللي بيطلع الانتاج بيتلاحق، واللي بيصنع بيتلاحق، واللي بيهرب بده يتلاحق. لا خلينا نحط حد لكل الامور هيدي ونقول بدنا ننتج هالصنف هذا لاغراض طبيه تستفيد منه الدوله ويستفيد منه المزارع. نائب على كل حال نحن اليوم ضوينا شوي على بعض التحديات انا بسميه لانه هيدي مطالب يعني كمان حق لهذا القطاع، وان شاء الله الاسبوع المقبل بتكون ضيفنا هيك منفصل خصوصا من بعد لقائكم بكره مع معالي وزير الزراعه العباس حتى نعرف كمان شو اتفقتوا مع معالي بهذا الموضوع. بنتفق على موعد لاحق بتكون هون معنا بالاستوديو بنحكي بكل تفاصيله. انا بشكرك نائب ابراهيم ترشيشي ومنتابع طبعا الحل عنا عبر الام تي في ومنفوت بالمعلومه اليوم خربطنا شوي حتى ما ناخر النائب. بمعلومتنا لليوم كتار سألونا بموضوع التقسيط بدل اشتراك المياه للعام 2020، فمياه بيروت وجبل لبنان تحسس منها للظروف الاقتصادية اللي عم تمر فيها البلاد أعلنت عن تقسيط دفع بدل اشتراك المياه عام 2020 إلى 4 دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قبل 31 أدار 2020، الدفعة الثانية قبل 31 أيار 2020، الدفعة الثالثة قبل 31 2020، والدفعة الرابعة قبل نهاية العام 2020، وبتكون قيمة كل دفعة 80 ألف ليرة لبنانية. أما بموضوع التقسيط إذا كانوا مش دافعين 2019 ما فيها تقسط لأنه 2019 بتندفع كاملة وبتقسط 2020، وإذا في شيء قبل 2019 طبعا بيتجدول مع الدائرة المختصة وبتتقسط المبالغ. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 باخذ أول اتصال لليوم. ألو. أيوة. أهلا تفضل. الله معك مدام روبيكا. نعم أهلا تفضل. يعطيك العافية. أهلا فيك. أنا حكيت هلأ أنا يومية بروح بمشي على المنارة بمنطقة الحمام العسكري لقدام. نعم. بس بدي منك خدمة إنسانية تجاه اللي بيروحوا وبيمشوا في عمود حديد مقصوص يعني واقع 50% باتجاه المارة. نعم. أحيانا بشوف أولاد صغار بيوقفوا السور يتمرجعوا فيه ويهزوا فيه، فعملية إنسانية لبلدية بيروت خلون يلقوا نظرة على العمود الحديد. هو عمود شو؟ عمود كهرباء تليفون ولا شو؟ عمود إنارة؟ لا عمود الإنارة أنت رايحة عايدك الشمال. عمود إنارة على الشمال. أوكي. كاين لشيء. رح أحكي مصلحة الإنارة ببلدية بيروت يكشفوا عليه ونشوف شو قضيته. أنا بشكرك. بالعكس نحن يعني لازم نضوي دايما على هذا الموضوع لنساعد الإدارة كمان تعرف وتسارع كمان بحل المشكلة. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو. ألو. ألو
بدي ألفت بهالوقت كمان أنه وردني كتير اتصالات وهيدي برسم وزارة الأشغال العامة. بأخذ اتصال وبكمل. ألو. ألو. أهلا مسيو تفضل. مدام ربكة. نعم. يعطيك العافية مدام ربكة. أهلا فيك. في عندي بس هيك مشكلة صغيرة بدنا ناخذ رأيك فيها لحتى نعرف كيف بدنا نتصرف يعني. تفضل. ابني كان ببلدية. نعم. وخادم فيه 4 سنين. نعم. نحن مش أولاد المنطقة. نعم. قاموا طلعون للشباب يعني فيش 20 شاب مش من المنطقة طلعون. نعم. طب هالأربع سنين اللي قاعد بهالبلدية يعني كونه لبناني مش ببلدية أجانب قاعدين فيها. أول شيء هو كان بالتعاقد ما هيك؟ يومي. نعم. يومي بأي مؤسسة عامة بلبنان التعاقد. نعم. بيقبض يومي اليومي يومي وما إله يعني ما هلا دائما الأولوية للبناني أكيد بس هو منه بالملاك لأنه إذا بده يكون بالملاك بده يكون في امتحان ومجلس خدمة مدنية وزارة الداخلية يكونوا طالبين بدها مجلس وزراء يعني عرفت علي التوظيف اليوم. نعم. بس إذا بالتعاقد يومي بيقبض النهار يلي بيقبضه يعني حضرتك عم بتقول أول شيء أنت بتستنكر أنه هلأ بهالظروف ليش عم بيشيلوهن هالعشرين شخص ما يعني هيك؟ احنا كنا متأملين أنه يتثبت ناطرين 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 آخر شيء إشت الفرصة أنه على البيت لأنه هلأ ما في توظيف والبلديات هي إدارات محلية إدارات عامة يعني بالنتيجة وإذا أي بلدية بدها تبعت توظيف مثلا شرطة ولا أي شيء بدها يعني في عدة مراحل في وزارة الداخلية لتوافق وتعيين امتحان ويعني ما لنا شغلة هيك باليوم بيتعاقدوا مع البلدية اليوم يلي بيشتغل فيه على هالراتب على هال باليوم بده بياخذ وبيمشي الحال هلأ إن شاء الله أنه هاي البلدية 20 شخص يعني إن شاء الله بترجع يعني بترجع بتتعاون معهم يعني لأنه بعرف اليوم فرص العمل قدي قليلة نعم إن شاء الله إن شاء الله نتأمل الخير أن يرجع يردون معقولة إن شاء الله إن شاء الله هيد بكون تحكم على البلد بده يكون ما عنده إمكانات من هيك لو في إمكانات يمكن كانت ما بتستغني عنهم أهلا وسهلا فيك مدام لبكة يعطيك ألف عافية أهلا فيك يعني أنا وضحت لك إياها من الناحية القانونية هلأ من الناحية العاطفية ومن ناحية الشغل لا بدنا نحن نأمن أشغال للناس نتأمل بس البلد يزبط والعالم بألف خير اللبناني بألف خير بس إن شاء الله. البلد يزبط إن شاء الله عنا فاصل ومنتابع منتابع الحل عنا وبيخد اتصال جديد ألو أهلا مختار دار الكسار معك نعم مختار الكسار معك ما صار عندي شيء مختار ما عندي جواب بعيد شو ألو مدام ربيكا كيفك أهلا مختار أوكي مختار هلأ بدي ما وضح صوتك عندي أهلا مختار تفضل شو عندك مختار مدام ربيكا أنا كنت بدي أحكي لك عن موضوع الشؤون مكتب الشؤون ببلدة لبنان نعم ويستفيدوا منه هني بعكار المرتاحين جدا يعني للأسف أنه أغلبية المواطنين نعم. لأني بحاجة لبطاقة التغذية واللي بحاجة للاستشفاء واللي بحاجة للمدرسة ما عم يستفيدوا كلهم عنا عشرات الحالات عم يجيشكم من هذا الوضع يعني عم بتروح المساعدات لناس مقتدرين مش للناس الأساسيين يلي ممكن هن بحاجة أكتر من غيرهم أكيد اللي لازم يستفيدوا من هذا الموضوع ما عم يقدروا يستفيدوا نهائيا فهذا الموضوع بيحملنا مسؤولية جميعا أكيد 100% حاولت شي تتواصل مع وزارة الشؤون كمختار حاولنا نتواصل وزارة الشؤون وصلنا لح وبتمنى أنا أنه يرجع يصير في تواصل ويصير كشف على الناس الأكثر فقرا لأنه ما عم يستفيدوا نهائي يعني إعادة نظر بالمستفيدين من مركز ببنين صحيح مركز ببنين صحيح لأنه بأغلبية الناس بعكار يكون عندنا عمليات عندها تستفيد من البطاقة نعم مختار ترك لي رقم تليفونك فارجع اتواصل معك وبلكي بنحكي مع الوزير الجديد للشؤون لنشوف شو خططه بهذا الموضوع اوكي اهلا وسهلا فيك يعني اليوم في كتير ناس بالفعل يعني هن تحت خط الفقر كتار يعني نحن في برنامج الاسر الفقيره
يلي هو بيصير بناء على طبعا استمارات وزيارات حتى للاعتماد على مساعدة هالناس. والحقيقة بهذا البرنامج عم بتلاقى كتير اتصالات مش بس من عكار ومن طرابلس من عدة مناطق انه ناس هن بالفعل عايشين تحت خط الفقر، ولكن ما بعرف ليه ما جددت بطاقاتهم او ما بقى عم يستفيدوا. يعني الفقير فقير، يعني ما بعرف اذا بيقدر بليلي ما فيها ضو قمر يصير غني، يا ريت. يعني اليوم الاسر الفقيره عم بتزيد نظرا للظروف الاقتصاديه والماليه كتير الصعبه اللي عم نعيشها اليوم بهالبلد. من هيك نحن بهذا الموضوع بالذات رح نتواصل كمان مع وزاره الشؤون لنشوف كيف ممكن اعاده النظر بكل العائلات يلي عم تستفيد، بلكي بتزيد العائلات كمان المحتاجه لهالبرنامج هيدا. أقله يعني الناس اللي بالفعل هي بحاجة ما نهملها ما نهملها إطلاقا. بيخد اتصال آخر. ألو ألو ألو، مساء الخير. أهلا فيك، تفضلي مدام ربيكا. نعم تفضلي حبيبة قلبي، يعطيك الصحة والعافية. لألك كمان تفضلي، بتضلك بهالهمة يا رب. الله يخليك، تفضلي حبيبة قلبي. معك مدام مطر، بدي بس استفسار صغير. حضرتك هلأ من شوي قلتي بالنسبة للمي 2020، نعم، عاملين على 4 دفعات. ايه، وكل دفعة 80,000، يعني بيطلعوا الأربعة 320,000. ايه، يعني وفي الزوايا هي بتطلع يعني هي صارت هلأ 350. اه، نحن ايه هذيك السنة دفعناها 350 بعدها من سنة الماضي بعدها. يعني هلأ هودي الفرق يعني اللي بيبقوا بين 20,000 يعني أكيد بالجدول تبعهم يعني بالإدارة بيحكوكم فيها أكيد. أنا بس حبيت هيك استفسر، البركة منزلينها يعني. لا ما نزلوها، بس هن مجدولين على هالأساس، وأكيد ما في تتجدول يعني، بك تروحي على الدائرة يلي أنت تابعة لإلك وبتتفقوا على جدولتها. حبيبة قلبي، أهلا وسهلا فيك، تكرمي، مرسي. كمان اتصال. ألو ألو. على كل حال ما في شيء بيغلب البلد وبيرجع بيرقص يعني. أهلا أهلا، تفضل. كيف صحة؟ الحمد لله، تفضل. نعم، بس بدي أقول لك شغلة، إذا ممكن تحلي لنا مشكلة تاكسيات المطار، لأنه تاكسيات المطار صارنا 6 أشهر ما عم ننزل نشتغل، فإذا بتريدي ممكن حضرتك تاكسي مطار؟ نعم. يعني شو مشكلتكم أنتو تاكسي مطار؟ ما عم نشتغل نحن، في عم بتصير فوضى تحت وما عم بيخلونا نشتغل، ما عم بينظموا لنا اياها. لانه حتى افهم من حضرتك، لانه محصوره التاكسي بتاكسي المطار، يعني التاكسي برات المطار مكاتب وهيك بده يطلعوا يوقفوا بالباركينج، بيطلعوا على الباركينج ممنوع ياخذوا. يعني التاكسيات الاصليه، انتم التاكسيات الاصليه وعندكم هالمشكله هاي، مين ما عم بيخلونا نشتغل؟ لانه كانوا منظمينا بالقبل، كان نعم. كان الضابط شحادي منظمة، نعم، وهلأ الضابط شحادي مش قادر يمكن لهالموضوع. هو بعده بوظيفته يعني؟ طبعا طبعا. اوكي، خليني اشوف مع إدارة المطار. إذا ممكن بتكوني حليتي لـ300 عائلة. اوكي، خليني ارجع نتواصل مع المطار لنشوف كيف عم تتنظم هالعملية هيد. اهلا وسهلا فيك. يعني هلأ مش مغمسة بهالبلد. صورة اليوم نشوفها سوا. هذه صورة أكيد كلها توجيهات مشان الحد من انتشار الكورونا وكل الاحتياطات المفروض أنها تتاخد، ولكن اللي لفتني بهالصورة أنه مايكروسوفت هي خصصت 10 ملايين دولار لمساعدة طبعاً الحد من انتشار هذا الفيروس يلي اليوم عم يعني هالك الدنيا. يعني إن شاء الله بلبنان يكون في إجراءات ما يوصل عنا للبنان، لأنه لهلأ كل الإجراءات المعمولة يعني الأنتيبيوتيك ما بيداويه، ما في له دواء، في له بعض التقنيات اللي ممكن الإنسان هو يتوقع منها، ولكن اليوم نحن منشجع أكيد للحد من انتشار هذا الفيروس عالمياً. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.